محمد أبو رمان، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، وأنا في الأصل كاتب في جريدة الغد، يعني كنت مدير تحرير المقالات والآراء في صحيفة الغد اليومية الأردنية منذ تأسيس الجريدة وأنا فيها. علاقتي بمحمد كانت من أول صراحة واضحة وشفافة كتير، يعني لما تزوجنا كان عارف إني أنا رح أضلني بالإعلام، وكنت يعني كان واضح من حكي ومن علاقتي معه دائما إنه لما أحكي إنه أنا بحب الإعلام، بحب شغلي، مستحيل إني أوقف بشغلي. تعرفنا على بعض في الإعلام قبل تأسيس جريدة الغد، كانت تشتغل في صحيفة أسبوعية وهي إعلامية ووالدها إعلامي. محمد دائما صراحة بيدعمني، يعني بيدعمني أول شيء نفسيا بالبيت، مثلا إذا كنت متضايقة بشغلي، إذا كنت متضايقة دائما يعني بعتبره، يعني إحنا علاقتنا بلشت صداقة وبصراحة استمرت صداقة. يعني كل واحد فينا حريص على نجاح الآخر، يعني سماح دائما بتحس إنه هي بتنظر إلى نجاحي وكأنه نجاح إلها فعلا، وهي دائما بالنسبة إلي المستشار رقم واحد. بعتقد إنه أحد الطرفين في العادة بده يضحي أكثر من الثاني، وإحنا في علاقتنا أنا وسماح بتقديري هي اللي أكثر تضحية في الجانب المهني لصالح الجانب الأسري العائلي. الرجل قد يكون يعني سبب بأنه يعيق، بس أنا بحالتي الشخصية هي مش الرجل بقدر ما هي الأسرة بصراحة. يعني ونس أنه الست أو البنت قررت أنها تصير أم، في مسؤوليات، يعني هاي المسؤولية شوي بتكون إلها أولوية على كل شيء بالنسبة للست. ممكن بالجانب المالي له دور، يعني أنا بجيب أكثر منها، فبالتالي هي مضطرة إنه تعطي الأسرة الجانب الأكثر، بس بعتقد يعني لا، هي في تكوينها وفي يد الجانب الأسري عم بأخذ جانب أكثر، وإن كانت أنا بشعر دائما عندها هي تأنيب ضمير إنه ليش أنا ما بعطي الجانب المهني أكثر، وبتشعر إنه هذا يعني أكثر منه صراع داخلي عندها. في كتير أيام بكون في تقصير من ناحية المنزل، يعني مثلا بكون مش طاقة اليوم، لا بعمره بحياته بصراحة إنه ما قال لي ليش مش طابخة اليوم، دائما بيلاقي لي حلول. ناجحات في الحياة العملية وناجحات في الحياة الأسرية، البعض فشل في تكوين هذه المعادلة، يعني مسألة متفاوتة من بصراحة بحسب الشخص. يعني النظام بشكل عام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بيدعم الرجل على حساب المرأة. نساء ناجحات بتكون فشلت في علاقتها الأسرية، إما لأنه الزوج لم يحتمل أنه زوجته تتفوق عليه أو كذا، أو أنه ما تفهموش على التفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية. المجتمعات العربية المرأة بصراحة ما تزال تعاني في هذا الجانب. دائما بقول أنه التفاهم والحب والاحترام كثير إشي مهم بالحياة، بغض النظر يعني إيش المهنة أو إيش الاختلاف، مثلا في أنه هو بيشتغل إشي وأنا وهي إشي، الاحترام كل واحد إيش هو طموحه، خصوصيته، استقلاليته حتى نوعا ما.